شفاها الله تأخذ حبوب للسيولة بسبب يعني جلطتين أصابتها، وتقول أن زوجها يمنعها من أخذ هذه الحبوب والطبيب ينصحها بتناولها. تقول أنها احتارت الآن ماذا تصنع، هل تأخذ هذه الحبوب يعني كما ذكرت في سؤالها من وراء زوجها حتى لا يعني يكون هناك صدام معه وخصام حول هذا الموضوع. نعم، طاعة الزوج وكذلك طاعة الوالدين إنما تجب عند أهل العلم فيما يكون في حاجة الزوج وحاجة الوالدين فقط. أما أن يلزم الوالد مثلا أو يلزم الزوج زوجته بنمط من الأكل لا تأكل غيره، أو نمط من التداوي تتداوى بكذا ولا تتداوى بكذا، فلا يجوز له هذا، هذا حرام عليه، لا يجوز، لا يجوز. حتى الرقيق لا يعامل بهذه المعاملة، فكيف أيضا بالزوجة التي لها حقوقها واستقلالها مع عدا ما يتعلق بالقوامة والطاعة التي أوجبها الله عز وجل في إدارة المنزل وإدارة الأولاد وفي حقوق الزوج الواجبة التي نصت الشريعة أو العرف المعتبر على أنها من حقوق الزوج في الخدمة، هذا يجب عليها أن تطيعه فيه. وكذلك لا تخرج من البيت إلا بإذن، سواء إذن صريح أو إذن ضمني دائم بالإذن لها، هذه حق الزوج. أما أن يختار طعامها وشرابها ويختار ملبسها في غير معصية الله عز وجل فليس له ذلك إلا ما يكون داخل البيت، أما خارج البيت فتلبس ما شاءت من المباح ولا يلزمها. هذا يجب أن يعلم. وكذلك أيضا ما يتعلق بطاعة الوالدين في التخصص الدراسي وفي العمل اختيار الزوجة نحو ذلك، وكذلك اختيار الزوجة أو طلاق الزوجة لا يجب عليه أن يطيع الوالدين، وهذا منصوص الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وعليها فتاوى كبار المشايخ المعاصرين ممن توفي وممن أيضا هم على قيد الحياة كالشيخ بن باز رحمه الله وبن عثيمين، كلهم لا يختلفون في هذا، بأن لا تلزم الزوجة فيما يخصها هي، لباسها خارج البيت بالمباح، ما يتعلق بالتداوي فما يأتي خاب، وكذلك أيضا إجراء العمليات ليس من الحق أن يأذن أو أن يمنع. نعم، ليس له ذلك، حتى وإن كان بعض المستشفيات يأخذون إقرار للزوج والمرافق، هذا ما له دخل، نوع من الاحتياط وسدا لبعض الدعاوى من بعض الأقارب، ما لا علاقة فيما بينه وبين الله. هل يجوز أن تعصيه؟ الجواب يجوز في هذه الحدود التي ذكرناها، موضوع التداوي وموضوع اختيار التخصص كل هذا ليس للزوج فيه شيء، إنما هو مسؤول وتجب طاعته فيما يتعلق بتدبير منزله فقط. أما أن يقرر إجراء العملية أو أن يمنع إجراء العملية أو أن تأخذ الدواء الفلاني أو لا تأخذه أو يكون عندها أوهام في موضوع الأدوية ويتدخل في غير تخصصه أو يكون حتى طبيب متخصص وهناك رأي آخر للأطباء، ليس من حقه حتى لو كان طبيبا حتى لو كان طبيبا، هي من حقها أن تختار الطبيب الأقدر على علاجها، سواء كان زوجها إن كان طبيبا أو إن كان من غيره من سائر الأطباء، هي التي تختار.